استمرار على النجاح من زمان جدا ومبادئه تعامله مع اللعيبه والادارات بتاعته ده شيء جميل جدا. الاصرار دايما على حصد البطولات، ما فيش زهق فيه، دايما استمرار على النجاح ده من الحاجات اللي بتخلي الواحد يعني مفتخر انه اهلاوي. بفتخر يعني بالاهلي، من اكتر نوادي العالم بطولات، بينافس مثلا على بطولات عالميه زي يعني في نفس الرتبه، مثلا بنقول ريال مدريد عدته مثلا ببطوله، فده لوحده مصدر فخر يعني. اول حاجه جمهور، بعد كده الاداره، بعد كده ده كان حاططها صالح سليم. الاهلي فوق الجميع، دي حاجه مرغوب فيها يعني. عدد بطولات النادي الاهلي بتدي له عظمه كبيره على مدار التاريخ اللي فات، على مدار الوقت كله يعني. انا مثلا من ساعه ما بدات اتابع كوره وانا شايف ان الاهلي هو احسن نادي في افريقيا من حيث البطولات والانجازات. سر عظمه الاهلي هو في استمرار نجاحه يعني. النجاح ده حاجه سهله جدا، بس المشكله في الاستمرار على النجاح، هو ده الصعوبه، وهي ديت الحاجه اللي صعبه قوي حد يعملها بسهوله يعني. الاهلي عظمته في الاداره بتاعته، التنظيم الاداري بتاعه والنظم اللي حاططها وبيمشي عليها، والاسس المنظمه للنادي الاهلي من انشائه هي سبب اساسي لعظمه الاهلي. سر عظمه الاهلي الاسس والمبادئ والاخلاق بتاعهم وروح المنافسه والتحدي. هم بيخشوا اي ماتش حتى لو في اخر لحظه بيكسبوا الحمد لله. النادي الاهلي هو كيان بذاته وعظمته طبعا في بطولاته وفي جمهوره وفي روح الفانيله الحمراء اللي احنا بنلعب بيها. طبعا سر عظمه الاهلي بتترسخ في كلمتين مهمين جدا، مبادئ النادي الاهلي. مبادئ النادي الاهلي اتربينا عليها وعشناها من 85 او يمكن من قبل كده بكتير جدا، من الخمسينات او الاربعينات. اللي ما قراش تاريخ يا جماعه، ما يعرفش مبادئ الاهلي، يقرا تاريخ. سر عظمه الاهلي جمهوره، مبادئه، الاهلي في دم الجمهور الاهلي. كيان، جمهور، ادارات متعاقبه على بعضها بتساعد الفريق.